السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقة لتفادي أو للتخلص من العلامة المائية أو الكتابة المائية. كنلاحظوها في الكثير من الفيديوهات بسبب بعض البرامج اللي كتكون فيهم هذه العلامة بعد ما كنتهيو من التعديل على الفيديو والتنزيل ديالو على الحاسوب. البرنامج اللي نخدمو عليه في هذا الشرح هذا هو برنامج معروف، الاسم ديالو سايبر لينك. هو برنامج للتصميم والتعديل على الأفلام وأيضا الفيديوهات الشخصية، وبصراحة هو برنامج سهل الاستعمال، خاص شوية ديال الممارسة فقط، وأيضا فيه بزاف ديال المميزات. بلا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم مع الشرح، بقاو معنا. أول حاجة طبعا نفتحوا البرنامج، هنا كنختاروا القياس ديال ابعاد الشاشه، كاين 16 على 9، 4 على 3، 9 على 16. وانا دائما يعني كنخدم على القياس الاول 16 على 9. نضغطوا على الاختيار الاول اللي هو القياس 16 على 9. من بعد نتوجهوا لاول خانه اللي مرسوم فيها اللوغو ديال الكاميرا، مكتوب عليها تايم لاين. اذا كيف كتشوفوا هذه هي واجهة البرنامج اللي فيه عدة ادوات وخصائص. دابا نتجه مباشرة للعمل على الشرح ديالنا. اول حاجة نختاروا صورة بشكل عشوائي من الصور الموجودة في البرنامج. مثلا انا اختاريت هذه الصورة هذه باش نخدم عليها، نديروا لها سلايد او ازاحة في المكان المخصص. اذا بعد ما حطينا الصورة يمكن لنا نتحكموا في المدة الزمنية شحال ما بغينا. يمكننا نزيدو او نضيفو مقطع صوتي كذلك، على اساس اننا كنخدمو فيديو شخصي نختارو مقطع صوتي معين. اذا بعد ما قمنا بهذه العمليه البسيطه نمشيو نديرو تنزيل للفيديو ونجربوه عن طريق هذه الخانه اللي كتواجد الفوق، الاسم ديالها بروديوس. نضغطوا عليها، من بعد نختاروا جوده الفيديو، الجوده اللي بغينا، ثم نضغطوا على ستارت لبدء عمليه التنزيل. واحد الملاحظة قبل ما تضغطوا على ستارت، يمكن لك تختار يعني المسار ديال الفيديو فين يتنزل في الحاسوب، وانا كنفضل يعني هذا المسار، هذا يعني المسار اللي مخصصو البرنامج. من بعد ما اكتمل التنزيل ديال الفيديو نتبعوا هذا المسار. نمشيو للدوكيمو، ثم هذا الملف باور ديريكتور، ثم ملف 17، كيعطينا المكان اللي فيه الفيديو، نضغطوا عليه ونشوفوا النتيجة. إذا كيف كتشوفوا النتيجة العادية، باقي ما درنا حتى شي طريقة. كنلاحظوا ان العلامه المائيه ديال البرنامج كاينه في الفيديو.
دابا ندوزو للطريقة الأولى، يعني طريقة التخلص من العلامة المائية، واللي هي سهلة جدا. نرجعو الإيديت، من بعد نزلوا لتحت ونمشيو مباشرة لحرف تي. غادي نلقاو قدامه علامة، بكل بساطة نحيدوها ونرجعو كالعادة البروديوس اللي هي كتكون آخر مرحلة لتنزيل الفيديو، ونختاروا الجودة ديال الفيديو مرة أخرى ونضغطوا على ستارت. من بعد ما اكتمل تنزيل الفيديو نمشيو للمسار السابق، وغادي نلقاو الفيديو الثاني محطوط ونشوفوا النتيجة مرة أخرى. إذا كيف كتشوفوا النتيجة، فالطريقة فعالة، تم التخلص من العلامة المائية بنجاح. نرجع مرة أخرى للبرنامج وندير الطريقة الثانية، هي الطريقة سهلة أيضا، لكن كتبقى الطريقة الأولى هي الأسهل. نمشيو لأول خانة اللي فيها الفيديو أو الصورة، ونضغطو بالزر الأيمن على الماوس أو الفأرة، غادي يعطينا اختيارات. نمشيو مباشرة لهذا الاختيار، Enable Selected Track Only، بمعنى تفعيل المقطع المختار فقط، يعني المقطع اللي اختاريناه هو اللي غادي يظهر لنا في النتيجة النهائية. اذا كيف كتشوفوا، تم فقط اختيار المقاطع الرئيسية. وطبعا يمكن لنا نزيدو او نضيفو مثلا الكتابة على النص من أجل عمل أكبر وتوضيح أكثر. نمشي ونوضع علامة أمام الكتابة أو الإضافة اللي زدنا، باش حتى هي تدخل في النتيجة النهائية. نمشيو للبروديوس اللي هي المرحلة الأخيرة كي سبق لينا وشفنا، ومن بعد نختاروا جودة الفيديو وأيضا المسار، ثم نضغط على ستارت. نمشيو للمسار الاعتيادي فين تحط الفيديو، ونشوفوا النتيجة النهائية ديال الطريقة الثانية. إذا هالطريقة الثانية أيضا كانت ناجحة، وبهذا ينتهي الشرح. وفي الأخير وكالعادة، ما تنسوش تدعمونا باشتراك وإعجاب. إلى فيديو آخر إن شاء الله.